نصائح للأبراج 12 مولود الحمل واثق الخطوة يمشي ملكة، بس عليك أنك تخطي الخطوة الأولى صح. أما بالنسبة لمولود الثور، ما تستعجل بكل اللي أنت بكلامك لحتى اسمع أكثر ما تحكي هالفترة. مولود الجوزاء البوس اللون الأخضر، لأنه راح يعطيك جاذبية وأنت معزوم على مناسبة سعيدة. أما بالنسبة لمولود السرطان، عليك أنك تبحر بقى وتمشي بمشاريعك لأنه هذا الوقت المناسب. مولود الأسد، ما تعمل أي شيء أنت مش مقتنع فيه أبداً أبداً أبداً. أما بالنسبة لمولود العذراء، جمالك ساطع ولكن وزيناها للناظرين، ما تنسى أنت عم ترش العطر. بالنسبة لمولود الميزان، رح تحلق كتير أنت سواء بالطيارة أو بمشاريعك، فامشي بهيدا الشهر. مولود العقرب، جنب العقرب لتقرب، كمان مش بعيدة مرة تانية هيدا الشهر، لأنه كمان لزعتك حتكون كثير قاسية خاصة لأعدائك. بالنسبة لمولود القوس، بس يجيك قرش أو مصاري، إذا الله طعمك طعمي غيرك. مولود الجدي، فتش عن المرأة. بالنسبة لمولود الدلو، دخر جزء من المال وصرف النص التاني حتى يبقى مالك موجود. أما أنت الحوت، صدق هيدي الفترة لأنه منيح الصدقة إلك.